بسم الله، السلام عليكم اخواني. اليوم عندنا ايفون 5 المسرب، فطلبته من بريطانيا، فبصعوبة يعني حصلته. ان شاء الله تحصلون انتم بعد اول ما يصير رسمي ان شاء الله. فهذا التليفون يعني نتكلم عن مزايا ايفون 5 والتطورات والميزة الجديدة، انه يعني شغلات روح التليفون هذا. بسم الله، هذا التليفون ايفون 5. فطبعا اول شيء ليش تنصدمون؟ ليش كذي الايفون 5؟ فهذا لان ميزته ان انتم ما تشوفون المحتويات اللي داخل الشاشه، فهي خفيفه جدا وسهله. وتبغى تتوقعون تقول ما نشوف شيء، وليش الاطار هذا؟ يعني الاطار هذا حق ايش حقه؟ يعني ليش ما خلوه بدون اطار؟ لان الاطار هذا داخل الاطار هذا كله محتويات، فمش معقول ان شيء شلون ما في نفس البيت هذا داخل اشياء انتم ما تشوفونه، فراعي يشوفه بس، لان الاطار هذا حق المحتويات داخله. وخفيف يعني، يعني خفيف سبحان الله. حتى يعني في يعني عنده طرق ملتوي، يصير كذي يصير كذي، يعني شوفها. فسبحان الله الطرق، يعني سبحان الله ما يصير اطار هذا، عشان حتى لو طاح منك ما راح تحس فيه، انه خفيف جدا. فالحين نشرح الشكل الخارجي، وطبعا كلمتكم انه هو الشكل الاشكال المحتويات ما حد يشوفه، بس صاحب الجهاز يشوفه، وهذا ميزة الايفون 5 وروعة يعني. وهذا الحين نشرح لكم الدقم، نفس ال 4 اس وال 4 ونظام كذي، نفس الدقم مالت الصامت وما ادري سايلنت وكذي، وهذا الدقم الصوت، وهني مالت التشغيل وهذه. والحين شغله، بسم الله شوفون. لا طبعا ما تشوفون انتم لان صاحب الجهاز هو يشوفه. هذا اشتغل يعني طريقة التشغيل، واسرع اسرع، ما يعطيك تفاحة اللي تطول، لا تطلع تفاحة على طول على المنيو، على القائمة مالت الايفون. فالحين او ادش يعني على المكالمات وكذي، شوفوا هذا ايه مكالمات، هذا الاسامي، اسامي، شوف الاسامي، يعني شغله سهله. ولا تستغربوا ان هي شوي معقده من شاف انك تشوف اصابعك من ورا، فاضي لو تلبس دسوس او شيء يطلع اوضح. لا يعني حط شيء اسود كذي، يبي لك كذي عشان يبين عدل عندك، اوضح تكون وضوح. فالحين اصابع لو تفرقهم كذي ما تطلع اوضح. فالحين شغل هذه الاسامي، وخلنا نطلع شوف السريع يعني، السرعة روعة روعة فيها. فهذه كذي ايه، الحين خلينا ندش على الصور عشان نشوف شلون نكبرها. شوف طريقة تكبيرها أسرع بوايد، شوف السرعة يعني روعة روعة يعني. الحين خلينا نطفي، خلينا نشغل نصور فيديو. شوف شفت الصورة الصوت يعني روعة روعة. والحين هذا اللمس يعني، الحين تشوف أصابع، شوف طريقة حتى تقدر تدخل إصبعك كذي يعني، يعني ما يحتاج أنت، شوف شوف حتى ما تأثر يعني، سبحان الله. فالحين نشوف الستور ماله، هذا الستور، شوف هذه البرامج فيها يعني روعة. وإن شاء الله يعني تشترونها وتحصلونها. شوف حتى لو طاح منك كذي هذا ميزته، شوف 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 الأيقونات شلون تصير، شوف 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 قاعد تدخل على بعض وترد، يعني كأنه يعني الآبل سبحان الله وصلنا تكنولوجيا غير طبيعي. فهذا الميزات، إن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. وهذه آخر ميزة لها، إنه حتى لو قطيته ما تصير، هو خفيف، راح تقدر تدخل إيدك، شوف. فهذه ميزة، أقوى ميزة عندي يعني، هذه عجبني، حتى تقدر تدخل رجلك، شوف يعني سبحان الله يعني عجيبة ترى. يلا السلام عليكم، وإن شاء الله في فيديو ثاني إن شاء الله.